بيعمل كده ليه يا خالي؟ والله ما انا عارف حاجة يا بكار، يمكن كان الجد تمسح عليه فلوس ليه ولا حاجة. أي قوم بسرعة يا بكار لا يلحقنا. قفشتكم يا لصوص. يا أم الله يرضى عليك، احنا مش لصوص، احنا جايين لك في زيارة. انا ابن الجد التمساح ولا انت اقلك ساح؟ ايه وخلف؟ ايوه خلف عقبال عندك، انا ابنه انا سيدون. ايه انت كبرت اهو، ده دي لسه امبارح حاضر سبوعك. الدنيا بتجري بقى، انت خلاص افتكرتنا. طبعا طبعا، تعالوا تعالوا اشربوا حاجة. يا خالي سيدون يلا نروح، الراجل بيقول انه افتكرنا. ربنا يستر. انتوا مين؟ يا ام وندي ابوس ايديك، ركز شوية. اني حاسس اني نسيت اسمي. معلش يا بكار معلش، هو بياخد وقت شوية على ما يسخن ويفتكر. افتكرتكم، انتوا عايزين تتعلموا صيد التماسيح. ايوه اخيرا افتكرت، مش قلتلك يا بكار اهو سخن وافتكر. حاجة بسيطة، انت لازم تعرف كل حاجة عن التماسيح قبل ما تصطادها، واهم معلومة لازم تعرفها ان التمساح بيحب التمساح. وبعدين؟ بس بس يعني هي دي المعلومات اللي المفروض اعرفها قبل ما اصطاد تمساح؟ ايه الكلام الغريب ده؟ اسكت اسكت انت يا بكار، هو انت هتفهم اكتر منه. يعني دي يابلو الريف بتاع التماسيح. تمساح يحب تمساحة ايه؟ دي حاجة اي حد يعرفها. ما الغزال بيحب الغزالة والخروف بيحب الخروفة، ايه الجديد في كده؟ شفت شفت انت غلطت ازاي يا بكار؟ الخروف بيحب الناجة، مفيش حاجة اسمه الخروف بيحب الخروفة. لكن اسمع سيدون بيحب بكار. قصدي اقول ايه من المعروف يا بكار، سيبنا نسمع الراجل دي بيقول ايه. انتو مين؟ الله ربي، تاني تاني بتقول انتو مين؟ انت بالزبط عملت زي المسرحية بتاع انت جاي يشتغل ايه، كل شوية تقول انتو مين انتو مين. افتكرتكم. الحمد لله. المهم المهم الله يرضى عليك، هنصطاد التمسيح ازاي؟ حاجة بسيطة، انت هتلبس لبس تمساحة وتنزل في المية مع التمسيح. يا الكلام دي، انا نلبس تمساحة؟ ما انا نلبس تمساح بس. صدقتني بقى، ده كلام يتعجل. مش غريب شوية الكلام دي يا موندي؟ وانت تعرف منين؟ عمرك اصطدت تمسيح؟ مين اللي بيصطاد تماسيح طول عمره؟ خلاص خلاص الله يرضى عليك، بلاش الزربونة دي علشان انت بتنسى لما بتتزربن. يلا اهدى كده ويتكلم معايا بالراحة. يلا هات لبس التمساحة من الصندوق ده وتعالى نصطاد دلوقتي. ده في فعلا لبس تمساحة يا بكار اهو، يمكن فعلا دي طريقة. انت ناسي كلام امك وكلام عم شلالي؟ كلهم كلهم قالوا ان الوحيد اللي عارف طرق الصيد القديمه هو موندي. اني قلقان يا خالي. انتوا هتتكلموا كتير، هات اللبس ويلا بينا، انا ما احبش الرجال الرغايين. حاضر حاضر، جايين جايين اهو. ربنا يستر يا بكار، ربنا يستر. وبعدين يا ربع، احنا بقالنا اسبوع مش عارفين نصطاد تمساح واحد. التماسيح باجت شارس سجاوي وبتهاجم اي حد يقرب لها يا عدوي. احنا لازم نصطاد تمساح واحد على الاقل عشان نبيع جلده، تجار الجلد مستنينا وهيدفعوا اي حاجه بس نصطاد. شفت اللي حصل للواد حمو لما جرب يصطاد تمساح امبارح؟ ربنا يشفيه، التمساح كان هيموته. بقولك ايه، ما تيجي نجرب الضفة التانية، يمكن نلاقي تمساح طيب ولا حاجة. يلا بينا. يلا حط الراس وانزل مع التماسيح. انت متأكد من اللي بتقوله دي؟ انا ننزل مع التماسيح؟ عيب تناقش الشيخ صيادين التماسيح، انا مش قلت لك هتعمل ايه لما تنزل البحيرة؟ لا ما قلتش،
أخ، شكلي نسيت. زي ما قلت، التمساح بيحب التمساح، فأول ما يشوف تمساحة قدامه بيعمل إيه؟ لا أنا نكسف، قول أنت. بياخدها بالحضن، فتروح أنت حاضن فيه ومطلعه برا المي، لأن التمساح في الوقت ده بيبقى مسلم خالص وضعيف. يلا اتكل على الله. خالي أنا خايف قوي وحاسس إن الكلام ده مش حقيقي. أنت بتكذب شيخ الصيادين يا ولد؟ لا مش قصده يا مونجي، انا معاك اهو وهنزل. التمساح هيقابل التمساحه. يلا روح. ها اني قلقان قوي. الراجل المجنون ده بيعمل ايه؟ قصدك ايه؟ اني راجل ده اللي هناك، ده اللي لابس لبس تمساح، ده شكله مجنون، رايح ينزل مع التماسيح، دول حياكلوه. هو انت مش قلت ان دي طريقة صيد التماسيح؟ انت مين؟ يا خالي ارجع يا خالي. استر يا اللي بك استر. الله ربي. ارجع يا خالي. بتقول ايه يا بكار؟ انا مش سامعك. ارجع يا خالي، عم اندي بيخرب. يعني ايه؟ عم اندي قال لي ان التماسيح هتاكلك. الحقونا. ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ حد برضه يقرب من بحيره فيها تماسيح كده؟ حد عاجل ينزل مع التماسيح؟ انت هتجنني يا راجل. انت مش انت اللي قلت لي اعمل كده؟ اني يا ابني، انا اول مره اشوفك دلوقتي. عم اندي بينسى يا خالي، ما ينفعش يعلمك اي حاجه عشان عنده مرض اسمه الزهايمر. ايوه اني فاكر ان عبدون قال لي ان عندي زهايمر، بس اني بنسى. ايه مين الزهايمر دي؟ ده مرض بيجي لكبار السن وبيخليهم ينسوا. قول كده يا شيخ. طب وليه يعمل فيا كده الراجل بتاع الزهرمر دي؟ ايوه انا فاكر زمان لما حد كان يحب يتعلم صيد التماسيح كنا بنعمل فيه مقلب. كنا بنلبسه لبس تمساح ونقول له اسبح مع التماسيح وهي مش هتعمل لك حاجه. ليه بتعملوا كده؟ عشان نضحك انا وجدك، بس في الاخر كنا بنلحقه قبل ما ينزل. أنا بس عاوز نعرف دلوقتي، أنت جبت منين لبس التمساح دي؟ ده بتاعي أنا اللي اصطدته بنفسي. أنت؟ أنت ما تعرفنيش، أنا أندي. أيوة دي يا عم أندي، شيخ الصيادين وصاحب الجد التمساح. أيوة واني حفيد الجد التمساح. أنعم وأكرم، ده احنا نفسنا حد يعلمنا صيد التماسيح زي زمان. معلش عم أنتي خلاص عنده زهايمر. يلا بينا يا رجالة عشان نحط جلد التمساح في المخزن. انت عندك مخزن فيه جلد تمساح؟ طبعا فيه جلود كتير مخزنها في مكان سري. ما تخدوش في بالكم، عم أنتي دي عنده الزهايمر وفيه حاجات كتير بيقولها غلط. أني أسمع من زمان على المخزن الأسطوري بتاع الجد التمساح وأمدي اللي مخزنين فيه 1000 جلدة وجلدة من جلد التمساح. أيوة صح، مخزن 1000 جلدة وجلدة. بتفكر في اللي أنا بفكر فيه؟ اتكل على الله. ايدي انتوا بتعملوا ايه يا مجنين؟ ان عم اندي عنده مخزن جلد فعلا. احنا هنعمل ايه يا بكار في المصيبه بتاعتنا هنا؟ هنستنى لغايه اما حد يعدي ويفكنا. يمكن ما نلهكش، الدنيا بتليل، ويا خوفي التماسيح تطلع علينا وتهبرنا. ايه التماسيح وبعدين؟ انا مش عاوز اتاكل يا بكار، يعني هاجي اصطاد التماسيح تقوم هي اللي تستخدم